مهضوم عادل إمام بس يبرزق هيك. وانت مهضوم بس تقلد عادل إمام. بتروح نتعشى شي مطرح؟ أنا جوعان. أنا مش جوعانة بس منروح نقعد شي مطرح. عايزتك بدي أحكي معك. بكون لأول مرة أنا باكل وانت بتحكي. لأ أنا هالقد باكل؟ لا بس أنا هالقد بحكي خصوصي لما بكون ملبك. مستغرب إنه بدك تحكي. منشان هيك هلا أنا رح اسكت واسمع لي. يمكن مر لقمة من وقت للتاني لأني جوعان بس رح كون عم بسمعني. قولي شو ما بدك، ما تستحي من شي. أنا مستعد اسمع لك لبكرة الصبح إذا بدك، وحتى لبكرة عشية، ولو اضطريت آخذ فرصة من الشغل. أنت مش عارفة شو عم حس من وقت ما شفتك. حاسس إني كيف بدي أقول لك؟ عايش. مش إنه ما كنت عايش من قبل، كنت عايش، بس كيف بدي أقول لك؟ ما كنت عايش، يعني عايش ومش عايش. هلأ حاسس إني عايش من جوا، بوع الصبح مبسوط إني عايش. لخبطت الأشياء ببعضها وبطلت تفهمي علي. الغايته وعدتك إنه ما رح أحكي، رح أسكت وإنت تحكي. احكي، أنا كلني سمع. أنا كلني سمع. كلني سمع. كان بدي أقول لك إنه أنا كمان مبسوطة إني تعرفت عليك. حطي لي شوية سكر. صرحتيه؟ جيت تصارحه، رجعت تراجعت. كترتي سكر، حطي لي شوية نسكافيه. ليه تراجعتي؟ شفق لي قلبي، قال لي إنه من وقت ما تعرف علي حس إنه عايش. يا حرام، ليك فكر حاله ميت؟ شو عرفني؟ هيك قال لي. معك حق، ما كان لازم أطلع معه، هيك تتعلق فيي. قولك طيب؟ أنت شو بتقولي؟ أنا بقول مش طيب. قصدي عن عدنان. ما بعرف، إن شاء الله لا. أنا بحبه لعدنان وما بحب شوفه زعلان بسببك.